مرحبا. طقس ربيعي حار عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بسبب كتل هوائية حارة عم بتأثر على منطقتنا وعم بتؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة مع انخفاض نسبة الرطوبة وهبوب رياح دافية بالمناطق الجنوبية. الحرارة مرتفعة، رطوبة منخفضة، البحر متوسط الموج وحرارة 126، واليوم طقسنا غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة رح تتخطى معدلاتها السنوية بفترة الظهر. مع انخفاض نسبة الرطوبة ومنحذر من اندلاع حرائق بظل هالأجواء. هبوب رياح شرقية ببعض الأحيان حاملة غبار وممكن تؤدي إلى سوء رؤية، كما بتنحسر الكتل الحارة بكرة الأربعاء. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 23، على المرتفعات 18، بالبقاع 13 والأرز 9، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل 27 ببينو، 30 بالخرايب وطرابلس 29، الأرز 19 والعقورة 20 وعرسال 30، كفر دبيان 19 وبرمانة 27. الرطوبة بتتراوح بين 30 و75%، حرارة سطح الماء 26 درجة وسرعة الرياح بين 20 و40 كيلومتر بالساعة، رياح شمالية شرقية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ 23 و31 الثلاثة، الأربعة 22 و29 والخميس 21 و28، وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 33 ودمشق 32، أما القدس ف 30، الجزائر 22 والرباط 23، ونوصل بنهاية مشوارنا إلى باريس 28 ولندن 22. وهيدا كان كل شيء. باي.